هاي يا جماعة، أنا النهاردة كنت زهقانة جدا 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 وقلت عايزة أروح أتمشى كده في حتة جميلة. أنا بحب حي الزمالك أوي. المهم ركبت المترو اللي هو الخط الثالث اللي بيودي للزمالك، وبعدين بصراحة كانت تجربة حلوة أوي. المترو كان رائع بصراحة جدا، وفي دقيقتين ولا 5 دقايق بالظبط كنت في حي الزمالك أهو. زي ما احنا شايفين المترو أهو، دي محطة الزمالك. طلعت بقى من المحطة وبعدين لقيت القصر الجميل ده قدامي، قلت لازم أصور. اتمشيت شوية في شوارع الزمالك كده ساعة العصاري، لقيت العمارة الحلوة دي، وكان ساكن فيها مين؟ عز الدين ذو الفقار ومحمود المليجي وعلوية جميل. بصراحة العمارة جميلة قوي، وكانت موجودة في شارع البرازيل. اتمشيت، تنتني اتمشى 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 كده في الزمالك، وايه والشجر بقى والجو كان رائع بصراحة جدا جدا. وبعدين قعدت كده قلت انا عايزة اطلع على الكورنيش شوية بتاع الزمالك. طلعت كده وقعدت اتفرج بصراحة على المراكب وعلى اللي هو تاكسي النيل، وقعدت اصور بقى في البيوت الجميلة بتاعت الزمالك. وبعدين لقيت عمارة عبد الحليم حافظ، الله العمارة دي جميلة قوي. والعمارة دي بقى كان ساكن فيها علي رضا وبنته شيرين رضا، عمارة تحفة جدا يا جماعة والله. وتمشينا شوية في شارع حسن صبري، احنا دلوقتي ماشيين في شارع حسن صبري، ولقينا العماير الاثريه الجميله دي ومحلات كمان لبس في الشارع. شارع بصراحه جميل جدا، وده بقى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون، وكانوا هم عاملين احتفاليه للعشرينيات القرن الماضي. وزي ما احنا شايفين حاطين يفط الفنانين، وانا متصوره جنب يوسف وهبي ونجيب الريحاني وفاطمه رشدي. طبعا كل الشباب الجداد ما يعرفوش اللي هم وعلي الكسار، يعني بصراحة لا كانت يعني يافطات لذيذة جدا يعني بصراحة، وحلوة للتصوير اللي حابب يروح الاحتفالية دي. ودي بقى العماير القديمة اللي في الشارع. احنا بقى اتنقلنا لشارع تاني اسمه بهاء الدين قرقوش، وده سور حديقة الأسماك زي ما احنا شايفين. وعلى فكرة دي العمارة بتاعت عبد الحليم حافظ اللي فيها بعد كده اتمشينا في الشارع شوية، وشارع هادي جدا يعني. وبعدين اتنقلنا لشارع تاني اسمه محمد الكامل، برضو من شوارع الزمالك، ودي السفارة الكندية في الشارع. بعد كده اتنقلنا لشارع تاني، دي عمارة قديمة برضو من عماير الزمالك زي ما احنا شايفين، عمارة قديمة جدا يعني. بعد كده دخلنا على شارع 26 يوليو، ده بقى الشارع النهائي في الزمالك. باي باي، واشوفكم في جولات جديدة.